بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد، مباشرة الآن لأخبار اليوم الأربعاء. شاهدتم كلكم أو أغلبكم على الأقل ديربي ميلان الكبير سهرة أمس، والكل يكون قد لمس المستوى الكبير جدا الذي ظهر به الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر. المستوى الذي ظهر به الجزائري جعل الموقع الرسمي لناديه يختاره أحسن لاعب في اللقاء كما تشاهدون، مع إشادة كبيرة بن ناصر لعب 90 دقيقة على أعلى مستوى بحسب المختصين. الموقع الرسمي لنادي ميلان قال أن تتويج بن ناصر مبرر، ووصفه بالمايسترو وضابط الإيقاع في الوسط، وقال أنه كان حماسيا وأظهر جودته في الوسط أيضا، كما زاد عن خط دفاع فريقه وقام بتقديم الدعم للقسم الهجومي. عاد لاعب الخضر إلياس شتي للظهور أخيرا مع ناديه الترجي. شتي شارك أساسيين ولعب 90 دقيقة في لقاء فريقه اليوم ضد حمام سوسة في الدوري. شتي لعب بالمناسبة أول لقاء له منذ نهائي كأس العرب في 18 من ديسمبر الماضي، ورغم أن وضعه جد صعب، إلا أن عودة شتي تمنحه جرعة أمل للعودة للمنتخب. شتي سيحاول استغلال الوضع المأساوي لهذا المنصب في الخضر للإشارة. بدران غاب عن لقاء اليوم لعدم الجاهزية، وتوغاي لإراحته. الحديث عن وضع مأساوي للجهة اليسرى لدفاع الخضر لا يتعلق فقط بغياب شتي عن المنافسة، ولا أيضا بإصابة فارس، حتى أيوب عبد اللوي وهو الخيار الرابع في هذا المركز أصيب ولن يحضر التربص رسميا. عبد اللوي بحسب ناديه الاتفاق يعاني من خلع على مستوى عضلة المرفق، إصابة تستلزم الغياب لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع، يعني حتى لو كان بالماضي سيستدعيه لن يكون قادرا على ذلك. إصابة فارس، إصابة عبد اللوي، ابتعاد شتي عن المنافسة عفوا، كل هذا يصب في مصلحة حماش، لكن لا يعلم صراحة إن كان سيتواجد. وضع الموقع الرسمي للمان سيتي قائمة من 3 أسماء، قال أنها ستتنافس على جائزة لاعب الشهر الماضي فيفري. محرز كما تلاحظون موجود، والمنافسون ستيرلينج وأيضا فيل فودن. أنا صوتت لمحرز، ادخلوا لرابط التصويت تجدونه في المصادر، وصوتوا لرياض. محرز ولغاية التصويت له متفوق بفارق كبير 77% مقابل 12 و11% لكل من فودن وستيرلينج على التوالي. صوتوا بقوة. أفرجت صحيفة وولفوت البلجيكية يوم الثلاثاء عن تشكيلتها المثالية عن الجولة المنقضية 29، تشكيلة عرفت تواجد لاعب جزائري، الأمر لا يحتاج لتشويق كبير، المعني هو آدم زرقان. زرقان قدم مستوى كبير ضد بيرشوت وكان صاحب هدف الانتصار الثالث. مستوى زرقان المميز جعل القائمين على الصحيفة السابقة ينحازون إليه ويختارونه ضمن الأحسن. بالمناسبة لاعب الخضر لم يتواجد منذ فترة في تشكيلة الأسبوع البلجيكي. عودة جاءت في وقتها، لاعب شارلوروا مطالب الآن بالبقاء على ذات المستوى، ولما لا التواجد مرة أو مرتين أيضا في تشكيلة الأسبوع، لأن ذلك سيساعده على إقناع الناخب الوطني جمال بن ماضي بمنحه مركزا أساسيا ضد الكاميرون، أو على الأقل إشراكه كبديل. نشر الحساب الرسمي لرابطة أندية الدوري القطري قائمة من 6 أسماء، قال أنها تألقت في الأسبوع الحالي على أن يختار منها أحسن لاعب. القائمة وكما تشاهدون ضمت لاعبين جزائريين، الأول هو جمال بالعمري والثاني هو سفيان هني. بالعمري قدم مستوى مقبول جدا ضد السيلية في اللقاء الماضي وكان من نجوم اللقاء، أما هني فبصم على مستوى كبير جدا ضد الريان في الجولة الماضية، ويكفي أنه كان السبب الرئيسي في الفوز بعد أن سجل الهدف القاتل في الوقت القاتل. بالتوفيق لكل ما هو جزائري. بالحديث عن هني، وكما أشرت في عدد أول أمس، فقد توج بجائزة هدف الشهر في ناديه الغرافة عن هدفه في شباك الوكرة الجزائري، وقبل بداية حصة يوم أمس تم تكريمه بالجائزة، جائزة شرفية لكنها جيدة للمعنويات. بالمناسبة لفت انتباهي هذا اللاعب، سعيد جدا أكثر من هني المتوج، أليس كذلك؟ نبقى في الخليج ولأخبار بونجا هذه المرة. الصحافة السعودية كشفت أن إدارة الأهلي السعودي، وهو من أكبر الأندية هناك، تسعى لإعادة الفريق للسكة الموسم المقبل، والهدف هو بغداد بونجاح في مركز قلب الهجوم. الصحافة السعودية تكلمت حتى عن مفاوضات بين بونجاح والنادي الأهلي، ووصفت بونجاح بالمهاجم الكبير الذي سيصحح أوضاع الفريق.
بونجاح بالمناسبة مرتبط بأندية السعودية منذ سنتين على الأقل وليس فقط من الآن. ورغم اهتمام الأهلي بضم بونجاح إلا أن ضمه على أرض الواقع يعتبر صعب جدا إن لم يكن مستحيل. قيمة اللاعب بحسب ناديه تفوق 6 إلى 7 ملايين، من دون أن ننسى راتبه الكبير الذي يصل ل 2.4 مليون أورو وهو راتب لاعبين في أوروبا. وقبل رأي إدارة السد لابد أن نشير لرأي اللاعب أيضا. بونجاح لا يريد الرحيل وقد صرح قبل أيام فقط، وأشرت لذلك في عدد سابق الأسبوع الماضي، صرح أنه مرتاح في السد وأنه يريد الاستقرار من أجل لعب المونديال مع الجزائر، ولا أراه يغامر بخوض تجربة جديدة قبل تحدي كبير في حال التأهل إن شاء الله. رغم أنني أوردت هنا في القناة تصريحين في الشهر الماضي لمدرب توينتي يان سومر ولمديره الرياضي ستروور، واللذين أكدا بقاء زروقي وتجديد عقده، إلا أن الصحافة الهولندية أكدت أن الأمر غير أكيد وأن الجزائري قد يغادر. الصحفي المقرب جدا من توينتي إيدي فاندرلي وفي تصريحات لفوتبال تيخت قال أن اللاعب لن يبقى، وأكد أنه يملك معلومات أنه مطلوب بقوة من أندية فرنسية وصفها بالمتوسطة، متوسطة يعني ران وأونجي وربما نيس في أحسن الأحوال. الصحفي الهولندي الخاص بأخبار توينتي تيخمن فان فيسينغ، وحين سئل عن الأخبار التي أتى بها فاندرلي قال أنه سمع بالأمر، وأكد في تتمة كلامه أنه سمع أيضا أن توينتي لا تنوي الاحتفاظ بزروقي في حال وصلها عرض كبير. هل تتوقعون رحيل زروقي فعلا في نهاية الموسم؟ وهل ترون أن رحيله لأندية الوسط في فرنسا إن تم طبعا خطوة للأمام؟ اسمحوا لي بإبداء رأيي هذه المرة والقول أن البقاء في الإيرديفيزي أحسن له بكثير من كل الدوري الفرنسي. تكلمنا في عدد أول أمس عن الصحافة التركية وتقلبها الكبير تجاه لاعبينا. صحيفة الصباح وبصورة غريبة اعترفت صراحة أن الأتراك متقلبون، خاصة فيما يخص فيغولي، فحين يتألق يمتدحونه وحين يقدم مستوى سيء ينسون كل ما سبق ويمحونه تماما. الصحيفة التركية تكلمت عن فيغولي وكأنه النجم الأول والوحيد في الفريق، وقالت أن الكل بحاجة له قبل لقاء البارسا المقبل في الدوري الأوروبي، وزمن وضعه على الدكة ولا ويجب أن يعود مباشرة لمكانته الأساسية. الصحافة التركية بدأت تتكلم حتى عن إمكانية استمرار اللاعب وتجديد عقده، ولو أنني أعيد وأكرر أن الصحافة التركية متقلبة، وكل من يمدح سفيان الآن سيعود لذمه، وكل من يتكلم عن تجديد عقده سيعود ويقول أنه عجوز غير مفيد ووجب طرده. نبقى في تركيا ومن فيغولي لغزال. صحيفة ميليت كشفت عن السر الذي أدى لعودة غزال للمستوى الذي ظهر عليه الموسم الماضي. الصحيفة التركية قالت أن غزال يقوم بعمل بدني مضاعف وحصص تدريبية أكثر من زملائه. الصحيفة التركية قالت أن السبب الذي دفع بغزال لمضاعفة العمل للعودة لمستواه هو النقد اللاذع الذي تعرض له، وذلك في النصف الأول من الموسم والذي كان قاسيا وغير مستحق في كثير من الأحيان. رشيد وبحسب نفس المصدر استخدم ذلك النقد كنقطة ارتكز عليها للعودة لسابق مستواه. وقدم غزال مستويات باهرة جدا في اللقاءات الأخيرة، جعلت الكل يتكلم عن غزال الموسم الماضي على أمل المواصلة على ذات المستوى لنهاية الموسم. لأتم ما قلته عن فيغولي في الخبر السابق، فإن ذلك ينطبق على رشيد بالملي. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله، السلام عليكم.